عشان اسفه اني قطعت كلامك. لا ولا يهمك، بس يعني ما تاخذنيش انا في استاذه. وايه البرشام اللي انت خدتيه ده؟ لا ده مش برشام، حاجه وحشه، ده بس مهدئ مش اكتر. واضح يعني ان اعصابك متوتره شويه. شويه. وبصراحه بعد اللي حكيتيه ده يعني الله يكون في عونك حقك. انا فاهم ساعات كده بيبقى الواحد يعني حابب انه يتكلم مع حد ما يعرفوش، بحيث ان هو يفضفض ويقول كل اللي عنده، ويبقى اللي بيسمع ده ما يعرفش حد من اللي بيتحكي عنه. يا رب يعني اكون عنده حسن ظنك واقدر اساعدك. بص يا ست الكل، وجهه نظري بعد اللي حكيتيه ده، ويمكن تكون صح ويمكن تكون غلط، بس انت اللي عامل فيكي كده الشك. انت شاكه في كل حاجه حواليك، وما عندكيش دليل واحد حقيقي على اي حاجه، كلها يعني لمؤاخذه احلام وخيالات. اظن يعني ان انت لو عرفتي الحقيقه هتستريحي كده وتهدي، تعرفي تتعاملي معاها. عندك حق، وده بصراحه اللي انا عايزاك تساعدني فيه. بص يا مصطفى، اخر مره واحنا بنعزي في عم صلاح وانت بتوصلني العربيه، كنت بتتكلم معايا انك اشتغلت قبل كده مع محامي تعويضات، وكنت بتجمع له معلومات عن الناس، مش كده؟ ايوه، بس يعني دي مصلحه وراحت لحالها. انا هستسمحك انك تساعدني، ويعني لو تقبل بس انك تجمع لي شويه معلومات انا محتاجاهم ضروري جدا، يعني هبقى بجد متشكره ليك. وتقدر تعتبرها زي ما انت عايز، يعني عايز تعتبرها خدمه اوكي، عايز تعتبرها شغلانه، انا هتكفل بجد بكل المصاريف. مصاريف ايه بس يا استاذه؟ مش موضوع فلوس والله العظيم. معلش يا مصطفى، عشان خاطري انا مش عايزه اضغط عليك والله، بس انا فعلا محتاجه مساعدتك، ومفيش قدامي اي حد ممكن يساعدني غيرك. طيب تحبي نبدا منين؟ عايزه ابدا من عند ابويا وامي، يعني انا عايزه كل المعلومات اللي تقدر تجيبها لي عنهم، خصوصا ان انت عايش اوريدي هنا في المنطقه، اكيد تعرف حد كان يعرفهم، تعرف تجيب لي اي معلومات عنهم، عن الناس اللي كانوا بيزوروهم، صحابهم، عن علاقتهم بنبيل وهدين. يعني انا محتاجه الحاجات دي في اسرع وقت، ومحتاجه بجد مساعدتك. امين. ولو ان الموضوع هيبقى صعب شويه يعني لانه فات عليه زمن، بس انا اعرف يعني ناس كده معارف وحبايب هيخلصوا لنا المصلحه دي. انا كنت عايزك في حاجه تانيه، عايزك تراقب لي خالد جوزي. انا كنت في شغلي، تقدري تقولي لي حضرتك كنت فين؟ كنت في مشوار مهم. مشوار مهم؟ انت بقيتي بتجيبي البرود ده منين؟ انا بجد ما بقتش فاهمك، ولا حتى عارف اتعامل معاكي. خالد، انت مش ملاحظ انك عمال تزعق والولاد نايمين وكده ممكن يصحوا؟ من فضلك خلينا نأجل الكلام للصبح. احنا ممكن ما نتكلمش خالص، لان واضح كده ان الكلام ما بقاش يودي ولا يجيب، ولا هيوصلنا لاي طريق، هيودينا كلنا في داهيه وخلاص. وبعدين ما تبقيش تتأسفي لنا، وتأسفي لاولادك اللي بقيتي تقعدي بالايام ما بتشوفهمش. انا هستحملك على فكره، انما هم لا. ورب تفهمي وتعرفي ان انا كنت صح لما ما رضيتش افتح علينا طاقات جهنم واقول لك الحقيقه.